السلام عليكم متتبعي قناة شوف تي في، مساء الخير عليكم مجددا من خلال هذا البث المباشر من القلب ديال المدينة ديال سطات، وبالضبط من حي مفتاح الخير. هذا هو الحي ديال مفتاح الخير كيف ما كتشوفوا مجددا متتبعينا مشاهدينا الأوفياء قناة شوف تي في، من القلب ديال الحي مفتاح الخير اللي كله ظلام وكيشكل واحد الخطر على الساكنة ديال المدينة ديال سطات والساكنة ديال حي مفتاح الخير. هذا الشارع كيربط وهو واحد شارع رئيسي، شارع رئيسي ممر رئيسي، وكتواجد به واحد العديد من الشركات واحد المؤسسات الخاصة، ولكن للأسف شديد متتبعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في، يعني الإنارة منعدمة، الإنارة منعدمة متابعينا مشاهدينا الأوفياء، إلا الإنارة ديال الأضواء ديال السيارات. أنتم كيف ما كتشوفوا هذا هو الشارع الرئيسي ديال حي مفتاح الخير اللي كله ظلام وكيشكل واحد الخطر على الساكنة ديال المدينة ديال سطات، واللي هو شارع رئيسي، شارع رئيسي يعني شارع رئيسي بالمدينة ديال سطات. هذا هو الحي ديال مفتاح الخير، حي مفتاح الخير للأسف الشديد متتبعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر. يعني الإنارة منعدمة بهد الحي، الإنارة منعدمة بهد الحي ديال مفتاح الخير كيف ما كتشوفوا مجددا متابعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في، من خلال هاد البث المباشر من القلب ديال حي مفتاح الخير. الإنارة منعدمة مما كيشكل واحد الخطر على الساكنة ديال المدينة ديال سطات والساكنة ديال حي مفتاح الخير. واش هادشي في اخبار المسؤولين عن الشأن المحلي والمسؤولين بالمدينة ديال سطات؟ مع العلم متابعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في أن هذا الأمر كيشكل واحد الخطر على الساكنة ديال المدينة ديال سطات، وكيخلق واحد العرقلة وواحد الحاجز أمام العمل ديال المصالح ديال الأمن الوطني بولاية أمن سطات اللي كيديروا المجهودات ديالهم. أنتم كيف ما كتشوفوا متتبعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في، الإنارة منعدمة، الإنارة منعدمة بهذا الحي ديال مفتاح الخير اللي كنجبروا أن الإنارة منعدمة متتبعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر. هذا المكان بالضبط اللي تعرضوا واحد المجموعة من المواطنين لحالات ديال الاعتداءات، هذا المكان اللي كانت سيارة ديال الأجرة صغيرة اللي تعرضت لواحد الاعتداء، ولكن لولا تدخل العناصر ديال الأمن الوطني ديال ولاية الأمن ديال سطات تم يعني في واحد ظرف زمني وجيز يعني تم الإحباط ديال هذه المحاولة ديال سرقة ديال سيارة الأجرة. كنشوفوا بأن الإنارة يعني منعدمة في بعض الجوانب، وبالنسبة للشارع الرئيسي يعني منعدمة. ما غاديش نكتفيو بالشارع الرئيسي متتبعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في، وغادي نحاولوا يعني ندخلوا لبعض الأزقة والزقاق ديال هذا الحي ديال مفتاح الخير، وغادي نشوفوا يعني هذه الأزقة ديال هاد حي مفتاح الخير. غادي نحاولوا يعني حنا الضوء ديال السيارة، الضوء ديال السيارة يعني كنطفيو الضوء ديال السيارة بالله عليكم متتبعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في، واش في هذا المكان ما يتعرضوش المارة وما يتعرضوش المواطنين لاعتداءات جسدية، الاعتداءات جسدية. ما كاينش الإنارة، الإنارة منعدمة فضيحة بكل المقاييس بالمدينة ديال سطات بالضبط بحي مفتاح الخير.
للأسف شديد متتبعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تيفي من خلال هذا البث المباشر من قلب حي مفتاح الخير بمدينة يسطات، يعني كنشوفوا أن الإنارة منعدمة بهذا الحي، وهذه يعني مدة من الزمن، وأن هذه الإنارة يعني كنجبروها منعدمة في ظل غياب تام المسؤولين عن الشأن المحلي بالمدينة ديال سطات. يعني ملي كيوقع شي اعتداء ولا شي حاجة كنجيو كنتكلموا كنقولوا بأنه راه وقع شي حاجة، راه وقع هذا الأمر، ولكن للأسف شديد متتبعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تيفي، يعني فضيحة بكل المقاييس بهذا حي مفتاح الخير. الأمر ما كيقتصرش على حي مفتاح الخير، كاين أحياء مماثلة، كنجبروا حي العرفان اللي هو حي جديد، حي السلام بالأشطور ديالو، حي بشار الخير، حي مجمع الخير، حي مانيا، حي يعني مجموعة من الأحياء من المدينة ديال سطات. غادي نحاولوا نكملوا هذه الجولة متتبعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تيفي باش غنحاولوا نوقفوا على هذا الأمر. يعني غادي نديروا الضوء ديال السيارة يعني باش ما نتكلموش، هذا الضوء ديال السيارة واش هذه أزقة ديال هذا الحي ديال مفتاح الخير، واللي هو حي من الأحياء يعني المهمة بالمدينة ديال سطات، واللي فيها واحد الكثافة سكانية جد مهمة. ولكن هانتوما كيف ما كتشوفوا مجددا متابعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تيفي، الإنارة منعدمة بهذا الحي وكتشكل واحد الخطر على المارة، وكتشكل واحد الخطر على الساكنة ديال المدينة ديال سطات. رغم يعني المجهودات اللي كيقوموا بها العناصر ديال الأمن الوطني، العناصر العاملة بولاية أمن سطات، يعني هاد الحي اللي كيعرف، رغم ذلك يعني كيعرف واحد الحملات التمشيطية، الفرق الصقور مشكورة، العناصر ديال الفرق الشرطة القضائية، جميع العناصر ديال الولاية ديال الأمن سطات مشكورين، ولكن كتبقى يعني في ظل انعدام، يعني في ظل انعدام الوسائل المتاحة والبنية التحتية المناسبة، كنجبروا بأنه هاد الأحياء. هانتوما كيف ما كتشوفوا غير الكلاب ضالة وانعدام الإنارة للأسف شديد متتبعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تيفي، كنحيوكم على التواصل وكنحيوكم على التفاعل من خلال هاد البث المباشر من القلب ديال حي مفتاح الخير، اللي كننقلوا لكم المشهد المرعب، كننقلوا لكم الأجواء كيف دايره من هاد الحي. هاد الحي واش ما يمكنش أنه الناس يتعرضوا للاعتداء، وكيف ما شرنا وذكرنا بأنه راه كانوا ناس يعني تعرضوا للاعتداءات للأسف الشديد، ولكن في ظل انعدام الإنارة، في ظل غياب الشروط المتاحة، يعني هانتوما كتشوفوا الأعمدة ديال الإنارة ولكن ما خداماش، ما عرفناش شنو السبب، واش المجلس الجماعي المدينة ديال سطات ما عندوش الاعتمادات الكافية في المجال، واش ما كاينش ميزانية. فين ما كنجيو كنتكلموا على الفائض، كيقول لك اودي راه الفائض والباقي استخلاصه، فين هذا الباقي استخلاصه مع هذا البشاعة ديال هذا المنظر، مع هذا المشهد المرعب ديال هذا الأحياء اللي كتنعدم فيها الإنارة وكتشكل واحد الخطر على الساكنة ديال المدينة ديال سطات، وكتشكل خطر على الجميع. كنحيوكم مجددا متتبعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تيفي من خلال هذا البث المباشر. هذه هي الأجواء متابعينا مشاهدينا الأوفياء من القلب ديال حي مفتاح الخير اللي كيتواجد بالأرجاء ديال المدينة ديال سطات، ولكن للأسف الشديد يعني كنجبروا أن الإنارة متوفرة في بعض الأزقة، والإنارة منعدمة في جل الأزقة اللي كتشكل الحي، وبالخصوص يعني بواحد النسبة ديال 70% ديال الأزقة ما كاينش فيهم الإنارة، الإنارة منعدمة. حنا ضربنا شويه دابا حنا غادي نوصلوا، كيف ما كتشوفوا مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تيفي، هذا هو الحي ديال مفتاح الخير، رغم تواجد الاعمده
الكهربائيه ما كاينش الاناره، وهذا المكان يعني كيشكل واحد الخطر على الساكنه، كيشكل واحد الخطر على الماره، على الناس اللي كيرتادوا هاد يعني هاد يعني هاد الازقه ديال هاد الحي ديال مفتاح الخير، واللي رغم الشكايات اللي كيوجهوها الساكنه ديال حي مفتاح الخير كباقي الاحياء اللي كتشكل مدينه سطات، ولكن للاسف الشديد كيف ما كتشوفوا مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء، حنا كنشعلوا الضوء دابا حيت الا ما شعلناش الضوء ما غاديش نجبروا منين ندوزوا، ما غنجبروش منين ندوزوا بحكم الاناره منعدمه، حنا شعلنا الضوء منين ندوزوا، ولكن دابا غادي نطفيو الضوء ما غتبقاش بان لنا حتى شي حاجه. فضيحه بكل المقاييس متتبعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تي في من خلال هذا البث المباشر، ورغم النداءات رغم الصرخات رغم مجموعه من الامور، ولكن لا حياه لمن تنادي، ولا زالت حليمه على عادتها القديمه. للاسف الشديد هذا هو حال مدينه سطات، حال سطات المنسيه بهذا المصطلح، لانه كنجبروا حي من الاحياء المهمه واللي كتشكل المدينه ديال سطات، خصوصا هذا الحي ديال مفتاح الخير، حي سلطانه، قطع الشيخ، العرفان، حي السلام بالاشطور ديالو بربعه، كنجبروا هذا حي ديال مفتاح الخير اللي فيه الاناره منعدمه للاسف الشديد. وغادي نحاولوا يعني اننا نشوفوا كيف ما حاولنا اننا نقلناكم معنا متابعينا مشاهدينا الاوفياء في هذه الجوله عبر ارجاء هذا الحي واللي كنجبروا كله ظلام، وهنا هذا الحي يعني كيشكل واحد الخطر على الساكنه ديال المدينه ديال سطات، رغم المجهودات اللي كيقوموا بها العناصر ديال الامن مشكورين، ماشي من باب المجامله او من باب المحاباه، ولكن من باب الموضوعيه، لانه رغم الحملات التمشيطيه رغم الحملات الاعتياديه اللي كتقوم بها العناصر ديال الامن ديال سطات، ولكن للاسف الشديد كنجبروا ان الظروف غير متاحه بالنسبه للبنيه التحتيه ديال بعض الاحياء اللي كتشكل المدينه ديال سطات. معولين على شكرا لك فاطمه، تحياتي لك وتحياتنا لجميع المتابعين المشاهدين الاوفياء القناه شوف تي في من خلال هذا البث المباشر. وهذه هي الازقه، هذا هو الشارع اللي كيربط الحي ديال مفتاح الخير للاسف الشديد اللي كله ظلام. في حاله الا ما كانش الناس اللي ما عندهمش السيارات مثلا كانت الظلمه، واش اي انسان انه ممكن انه يدوز بهذا المصطلح من هاد البلاصه، واش يدوز من هاد المكان؟ غادي نطفي الضوء كنجبروا غير الاضواء ديال السيارات. هذه رساله موجهه للمسؤولين عن الشان المحلي بمدينه ديال سطات، رساله موجهه للمسؤولين الناس اللي مهتمين بهادشي ديال الاناره مهتمين بهاد المجموعه من الامور هذه. يعني صراحه هذا الحي اللي كيعيش كله ظلام وكيشكل واحد الخطر على الساكنه ديال الحي مفتاح الخير والساكنه ديال المدينه ديال سطات. كنشكركم مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تي في من خلال هذا البث المباشر، والى اللقاء في بث مباشر اخر، تحياتنا للجميع.